مفيش شك ان في اهتمام كبير جدا بالقطاع الطبي على كل المستويات، خاصة مشروع التأمين الصحي الشامل. يوم بعد يوم المشروع بيكبر وبيتم اعتماد مستشفيات جديدة داخل المنظومة. كمان بيتم تقديم خدمات أكتر للمنتفعين في محافظات المرحلة الأولى، واللي بتشمل 6 محافظات، منهم 3 بدأ فيهم التشغيل في المنظومة بالفعل، وهم بورسعيد، الأقصر والإسماعيلية. في 3 فيهم دلوقتي بيتم تجهيز المراكز الصحية والمستشفيات عشان يدخلوا المنظومة، وهم جنوب سيناء، السويس، وأسوان. وكان المفترض أن المشروع ده ينتهي من كل المراحل في 15 سنة، لكن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضغط الجدول الزمني عشان يكون كل مواطن مصري عنده تأمين صحي شامل خلال 10 سنين بس يا شاذلي. ورغم كل التحديات الاقتصادية، يمكن في توجيه رئاسي بأن لازم ننجز المشروع ده ونكمله. مظبوط، وعشان كده بسنت التأمين الصحي الشامل هو تأمين لكل المصريين، نظام تكافلي اجتماعي بيقدم خدمات طبية وخدمات طبية بجودة عالية كمان لكل فئات المجتمع بدون أي تمييز. عشان كده الدولة بتتكفل بدفع قيمة الاشتراك عن غير القادرين. إذن كل مواطن مصري هيقدر أنه هو يتعالج، اللي قادر يدفع الاشتراك هيدخل وهيشترك في هذه المنظومة، واللي مش قادر بيتعمل أكيد بحث اجتماعي عشان نشوف اللي مش قادر، الدولة هي اللي بتتكفل بدفع قيمة الاشتراك عنه في هذه المنظومة. النظام ده بيوفر كل الخدمات التشخيصية والعلاجية كمان، وكمان بيتيح للمنتفع أنه يختار الطبيب أو كمان المستشفى اللي يحب أنه يعمل فيها فحوصات. يعني مش هيبقى مجبر أنه يروح مكان معين، لا، ده أنت بتختار الدكتور اللي أنت عايز تروح له، وكمان بتختار المستشفى اللي أنت عايز تروح له. ده غير أن كل مواطن بيكون ليه ملف صحي في أقرب وحدة أو مركز تابع ليه، بيكون موجود في الوحدة دي الطبيب الأسرة، ده الدكتور المختص بالملف الصحي للمواطن والأسرته، وكمان هو اللي بيتابع حالتهم الصحية، وبالتأكيد بيساعد طبعا في الكشوفات والتحاليل. بس في أكتر من 800 نوع للتحاليل، في حاجات كتيرة قوي داخلة جوه التأمين الصحي. كمان من المميزات المهمة أن المواطن هيكون يعني متوفر ليه كل الخدمات الطبية والعمليات الدقيقة داخل محافظاته، مش هيحتاج أن هو ينتقل من محافظة للتانية. احنا كنا بنشوف قبل كده أنه المواطن عشان عايز يعمل عملية معينة ممكن يجي من محافظته عشان للقاهرة عشان يعمل عملية، لكن دلوقتي ما فيش الكلام ده. المستشفيات الموجودة في المرحلة الأولى بتعمل عمليات كبيرة زي القلب المفتوح، جراحات الوجه والفكين، تشوهات العمود الفقري، كل التحاليل، غسيل كلوي، زراعة أورام أو عمليات العيون والأجهزة التعويضية، كتير من العمليات اللي بيحتاجها المواطن يا شاذلي يعني داخله جوه التامين الصحي. فكل اللي بيحتاجه المواطن موجود جوه التامين الصحي. مظبوط، انت اشرتي برضو لنقطه مهمه جدا، وهي مساله المسافه. يعني المريض كان بيحتاج خدمه طبيه فكان بيضطر يروح محافظه تانية، الناس كانت بتسافر عشان تعالج اولادها، او بيسافروا عشان يعملوا عمليات، وبيقعدوا مثلا مسافر من محافظه جاي مثلا القاهره، ممكن يقعد اسبوع في القاهره عشان العمليه، باقامه، بتكاليف، بحاجات كتيره قوي، بمواصلات. كل الكلام ده خلاص هينتهي بمجرد ما يتم تطبيق هذه المنظومة في كل محافظات الجمهورية. هيبقى موجود في محافظتك وفي المركز اللي انت تابع ليه كمان مستشفى داخل هذه المنظومة تقدر تتعالج فيها. في كمان من ضمن العمليات، وبس انت بتتكلم عن العمليات، في عمليات تكلفتها بتصل ل 250 ألف جنيه وبتعدي كمان. المهم في الموضوع ده، المواطن هيدفع كام من هذه التكلفة؟ المواطن هيدفع يعني حوالي 300 جنيه من هذه التكلفة. يعني لما نيجي نتخيل كده أن عملية تكلفتها 250 ألف جنيه في داخل محافظات المرحلة الأولى اللي تم تطبيق فيها هذه المنظومة حتى الآن، بيدفع كام؟ هيدفع بالضبط 300 جنيه. عشان كده بنقول أنه هو نظام تكافلي اجتماعي بيعتبر أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بجودة تليق بالمواطن المصري. النهاردة احنا في صباح الخير يا مصر، في حلقتنا النهاردة هيكون معنا فقرات مهمة جدا ورصد شامل لكل ما تم تنفيذه خلال المرحلتين حتى الآن من منظومة التأمين الصحي الشامل. صباح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.